ونبارك لواحدة كده حبيبتنا اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات، وعرضت صورها عشان خاطر إن بناتها كانوا في مطعم غير محجبات، فمش عارفة هل الصرخة وصلت لها ولا الصورة دي. بصراحة اللي بعتولي الصور برضو بشكرهم جدا جدا، وبشكر صدقوني في ناس كتير بتبعتلي حاجات تحفة وروعة، فكل واحد بيساعدني من ناحية بيزودني بمعلومة بأي حاجة، بشكركم جدا جدا على تعبكم. أنا بقرأ الرسائل كلمة كلمة. فبعتولي صورة الحاجة فدوى ببناتها زي ما انتم شايفينهم كده، وبيقولوا لي يا مدام نادية لا باركلها دي بناتها تحجبوا. يعني الأسبوع اللي فات كانت عارضة صورهم هم قاعدين بياكلوا بدون أي مشاكل، وكانوا بنات حلوين وربنا يفرحك بيهم. لكن الغريبة إن المصريين كلهم طلبوا بمقاطعة كل شيء ما هو أجنبي، وخاصة الأمريكي الإسرائيلي اللي مش عارفة إيه، ماكدونالدز ستاربكس، هم قاعدين في ستاربكس مش منضمين للمقاطعة، ما لهمش دعوة بالمقاطعة، بيدعموا يعني الغرب الكافر هم، وبياكلوا بيشربوا عندهم عادي خالص. بس الجميل ان بناتها اتحجبوا. بتمنى يا حاجة فدوى ان بناتك يكونوا فعلا اتحجبوا عن اقتناع، مش قدوة بامهم انها امهم محجبة يعني. بس يا ترى هيكفروا ازاي، انتي مش هما، هتكفري ازاي عن لبسهم لما كانوا لابسين شورتات وبيتمرنوا امام الرجال، المدرب بتاعها اللي كانوا لابسين هوت شورت. يا ترى يا حاجه فدوى يعني هتروحي تحجي تعملي عمره نيابه عن هذه الذنوب، ولا تعملي ايه؟ لانك انت المسؤوله عنهم، هم لسه قاصره شكلهم لسه اطفال، فالمفروض بيتبعوكي، فانت المفروض القدوه بتاعتهم بالهوت شورت مع المدرب. يبقى لازم تعملي حاجه مخصوصه عشان تكفري عن ذنبك في هذا الموضوع. نشوف الصورة التانية ليها. شايفين الصورة دي؟ طبعا أجمل ما في الموضوع إنها كل دول فيديوهات بس جميل قوي. حرام البنت تلبس شورت أمام مامتها، واحدة منهم فدوى مواهب ودروس الشياطين، الشياطين اللي كانت بتتنطط طول النهار في الشارع. لكن عند المغرب يا جماعة اوعوا، ده اللي هو تحت على الشمال اللي فيها البتاع الاحمر، اوعوا يا جماعه ما تقفلوش البيبان والشبابيك عشان خاطر. انا بصراحه اي حد بيقول فتوى بيكون عارف هو مصدرها منين، يعني سعاد صالح غيرها غيرها غيرها، اي حد بيقول اي حاجه بيكون مصدرها من حته معينه في الاحاديث طبعا مش قران. الحاجه فدوى جابت حكايه الشياطين انها بتدخل البيوت على المغرب، جابتها منين؟ وطبعا كل الناس علقت على حته ان ما كانش فيه بيبان ولا شبابيك ايام الرسول، ده كانت خيمه وعلى البحري، وخصوصا حته التواليت. الشيطان هو بيتفسح في الشارع طول النهار، لكن بيجي على المغرب الشبابيك المفتحه والبيبان المفتحه بيروح داخل. فالحاجه فتوى افتت ان انتوا يا اطفال يا صغيرين لازم تقفلوا الشبابيك والبيبان، عشان الشيطان لو لقى البيبان مفتوحه والشبابيك مفتوحه هيدخل جوه البيت. جابت الفتوى دي منين لما اصلا ما كانش فيه شبابيك وبيبان؟ فمن ضمن الكلام، انا طبعا مش عايزه اكتر في الكلام لان كلامنا فيها كتير، من ضمن الكلام الازهر ساكت عنها ليه؟ الازهر لانها بتقول حاجات تضر الاسلام وتشوه سمعته اكتر ما هي متشوه، فالمفروض ان الازهر يعترض على اللي انت بتقوليه ده، لان الكلام ده مش موجود لا في كتب احاديث ولا سنه. الشيطان بيدخل في المغرب من الشبابيك والبيبان، فين الكلام ده؟ فين؟ يعني جبتي السند بتاع حضرتك منين؟ في صوره في من ضمن طبعا قايله ان مفيش دين غير دين الاسلام، اهي البلاصفه اللي تحت، مفيش دين مسيحي ولا يهودي
اللي فوق خالص او يعني عامه من ضمن الحاجات طبعا بلاويها بصراحه كتيره جدا، لكن الاهم الاهم جدا ان كل اللي هي قالته ده وصلها للقضاء. وهنا مكتوب ان هي اتوقفت عن تدريس الدين. تدريس الدين، يا ترى المدرسه كمان هتصل للقضاء زيها؟ لان اللي يخرب عقول الاطفال لابد ان يحاكم. هي المفروض خلاص وقعت تحت ايد القضاء، خلاص في قضايا ضدها، لكن انا بتمنى مش هي فقط اللي تحاكم، المدرسة ادارة المدرسة انها ما عملتش ما يحمي الطفولة من هذه الافكار الشيطانية المتخلفة جدا عقليا ونفسيا وكل حاجة. فهي لما تبقى عارفة ان عندها مدرسة بتخرب عقول الاطفال وتسكت، مش فيديو ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة، وكمان مين اللي سألته السؤال اللي فات، مين اللي بيسجل لها الفيديوهات دي وبينشرها؟ هل مسموح في أي مدرسة لأي مدرس بيشرح حصة بيشرح إن حد يصور له جوه الحصة اللي بيدار جوه الفصل وينشر على السوشيال ميديا أو على النت عامة؟ ما افتكرش. طب اشمعنى فدوى؟ ما افتكرش وزارة التربية والتعليم، حتى المدارس الخاصة بتبقى خاضعة قوانينها لوزارة التربية والتعليم. حتى المدارس الخاصة، هي طبعا في مدرسة خاصة، بس قوانين المدارس الخاصة بتبقى خاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم. فازاي سكتوا لها وازاي ما يعني سابوها كل الفترة دي عمالة تنشر هذا الفكر الشيطاني؟ مش عارفه. بس بصراحه مبروك عليكي القضاء، واتمنى ان القضاء العادل ده لو عادل يديكي جزائك بما تستحقيه لتدمير عقول البراعم او براعم المستقبل اللي هم المفروض اكتر ناس نهتم بيهم، اللي هي الطفوله. اكتر ناس الدوله المفروض تهتم بيها هي الاطفال، لان هم دول المستقبل. فلما انت بتدمريهم من دلوقتي هيبقى مستقبلهم شكله ايه؟ فالمفروض الدولة يكون ليها موقف حاسم وحازم مع امثال هذه صاحبة الافكار الشيطانية.